حصيلة ضحايا التفجير الذي استهدف أمس حفل زفاف في ولاية غازيانتاب في جنوب شرق تركيا ارتفعت إلى 50 قتيلا وحوالي 100 جريحا. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رجح وقوف تنظيم الدولة الإسلامية وراء هذا التفجير. وعن منفذه أضاف الرئيس التركي أن الانتحار يتراوح عمره ما بين 12 و14 عاما. وقد أعلنت النيابة العامة العثور في موقع التفجير على بقايا سترة مفخخة. وقد وقع هذا التفجير بعد خروج ضيوف حفل الزفاف إلى الشوارع للاحتفال. أحد سكان مدينة غازيانتاب قال: أقاربنا وأصدقاؤنا كانوا متواجدين هناك، نحن في حزن كبير، هذا الهجوم فظيع، نريد أن تتوقف هذه المجازر، نحن في حزن عميق وخاصة النساء والأطفال. وقد زار نائب رئيس الوزراء التركي ووزير الصحة المصابين. كان نائب رئيس الوزراء قد دان هذا الاعتداء ووصفه بالهمجية، قائلا إن تركيا تقوم بمعركة صعبة ضد كل التنظيمات الإرهابية.